بك لطفي بن ساسي. لطفي بن ساسي. لا يا ابو لطف، سقف بيتي حديد، اركن بيتي حجر، فعصفي يا رياح وانت حب يا شجر، واصبحي يا غيوم واعتلي بالمطر، واقصفي يا رعود لست اخشى خطر. سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر، من سراجي الضئيل استمد البصر، باب قلبي حسين من صنوف الكدر، وحليف القضاء ورفيق القدر. فاقدحي يا شرور حول قلبي الشرر، واحفري يا منون حول بيتي الحفر، لست أخشى العذاب، لست أخشى الضرر، وحليف القضاء ورفيق القدر. ميخائيل نعيمة. عصر. وقت اللي كتبها لبيت ميخائيل نعيمة، عمره لحد ساقه في دار خايخة ولا قربي ولا مرمى. مرمى مش كاملة، ساكنة فيها عائلة فماش ما ينوب ربي ويعملوا فيها شبابك تتسكر. وقت كتبها الأبيات ميخائيل نعيمة ما كانش يتصور اللي الكبوت في الفريب وصل بمية دينار ولا بيع ولا شراء. وقت كتبها الأبيات ميخائيل نعيمة ما كانش يتصور نهار واحد أنه في هالسرد موزعي قوارير الغاز باش يقربوا ثلاثة أيام. يا ناس اللي سقفوا بيتكم حديد وركنوا بيتكم حجر في هالبرد والثلج، خموا في اللي لا عندهم لا حوايج دفين لا شوفاج لا كاس حليب سخون، خموا في كل سقف بيتهم مش حديد وركنوا بيتهم مش حجر.